يلا. السلام عليكم. شنو اسمك؟ نجلاء. بس عليني صوتك. نجلاء عبد الله خضير. نجلاء، انت ارملة؟ نعم. شلون توفي زوجك؟ اثناء الواجب بالحشد. بالحشد؟ متطوع هو؟ اي متطوع. زين، شنو هذا البيت اللي تسكني؟ ايجار. ايش قد تدفعين ايجار؟ 400. 400 بالشهر؟ اي. ليش ما تشوفي لك يعني اقل ايجار؟ مو كيف هنا اهلنا واخواتي هنا واختي قريبين عليك. اي كيف زين. نجلاء عندك راتب؟ لا ما شو عندك؟ ما طلبته. ما طلبته بعدك. زين، هذا البيت يعني ايجار؟ راتب رعايه اجتماعيه ما عندك؟ لا لا ما عندي. زين، شنو احتياجاتك؟ احتياجاتي هو اهم شيء البيت. يعني مثلا غسالة عندك؟ غسالة لا والله طلعتها هنا على برا. اي شفناها برا بالشارع. وهذه شطتي يعني انه بمرها معاطلة. امري لما رحت سويتها نفس الشيء. زين، كم يتيم عندك؟ عندي ثلاثة. ايش قد اعمارهم؟ والله واحد يمكن 12. اي. وواحد يمكن 10. وهاي الاخ ثلاثة. ثلاث سنوات. اي. يعني من ثلاث سنوات ل 12 سنة عمرهم. اي. زين، عندك احد مريض لا سامح الله؟ بس عندي هو هذا الكبير شوي ضعيف. زين، شلون عايشه نجلاء؟ من يساعدك؟ على الله البيت. ما يخالف، على الله ونعمه بالله. هي. بس يعني احد يساعدك او ينطيك؟ لا بس انا خطي هذول ناس جواري، شفت المسواق هناك على الكاونتر، خطي والله جابوا لي استوون طبوا. الله يوفقهم ويوفقك يا ربي. زين نجلاء، شنو اللي نقدر نقدمه لك نسويه حتى تعيش يعني تعيشين عائلتك؟ مثلا خياطة، تعرفين تخيطين تساعدين يعني والله تمنيت الخياطة، بس ما أعرف يعني بأركز عليها، بس من أجي للبيت أنساها. يعني هواي يعني والله تمنيت أنا هاي الماكينة. زين، تنور تعرفين تخبزين؟ وخيط؟ لا تنور مو هالقد. ما تعرفين؟ أي لا ما أعرف، مو هالقد. لا ما أقدر يعني، مو هالقد وياي يعني خبز على شوفك يعني عجين إلي وخبزي. أي ما أقدر. ان شاء الله ان شاء الله نجلاء، الله يعني يوقف وياك واحنا نقصر وياك والله يوفقك على عيشك يا ربي.